نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، دخل رجل مسافر إلى المسجد في صلاة العصر فوجد الإمام قد صلى 3 ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلى الذي فاته من الصلاة أو يقصر الصلاة؟ لا، يتم الصلاة. إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة.